وشوف في المكتوب ما كاينش كاين مثلا شخصيه ديال عمر العطاوي اللي فيزيكمون ما بقاتش لان شفنا في السيزون الاولى انه مات، ولكن دراميا مازال حاضر لان غيتبنوا احداث على الموت ديالو. ما يمكنش هذيك الموت ديال ديك الشخصيه اللي هي رئيسيه ومجد مهمه في القصه انا ما يترتب عليها والو، بالعكس الشخصيه باقي حاضره من خلال الصور ديالها بعد اللي حاضرين في الديكور، من خلال الهضره ديالنا عليها. ف لا هذيك الشخصيه تقريبا ما ماتتش، ولكن اللي جميل ان جاو شخصيات اخرين جداد اللي ما غنقولش شنو هو الدور ديالهم في المسلسل، ما نهضر على الشخوص يعني على الممثلين اللي التحقوا بنا. فالتحق بنا زميل والصديق ربيع القاطي، كذلك لله ينسديدي وينزا لو رابور اللي تبارك الله هو دار هذا لو با ديالو في التمثيل. كنرحب به كما كنرحب بكل الناس اللي بغاو يدخلوا هذا المجال. كنقول بان الاراء ديال الناس يعني مرحب بها، اكيد كاين اللي غيبغي يتفرج، كاين اللي غيشجع ان الناس يتفرجوا، كاين اللي ما غيبغيش يتفرجوا، ربما يشجع الناس انهم ما يتفرجوش. بالعكس زعما هذه كتبقى مساله اختيارات واولويات. كاين ناس اللي كيقول لك انا كيعجبوني الاعمال الرمضانيه ولكن ما كنشوفهمش في رمضان، حتى هو كان يخرج رمضان ديك الساعه نجمع كلشي نشوف في يوتيوب، حتى هو راي يعني يحترم. وكنظن ان الحاجه الا كانت في المستوى راه هي كتكلم على ذاتها، فكنقول ان غير الناس تريت شويه وان شاء الله تشوف الحلقه الاولى الثانيه الثالثه، ونتمنى ان العمل يعجبهم ان شاء الله. مي اكيد مرحبا يعني بالانتقادات ديالهم، وغير هي اللي كتجي كيف قلتي انت صعيبه شويه، انا انسان ينتقد واحد الحاجه مازال ما شافهاش، وهذا الشيء علاش قلت التريت.